السلام عليكم أحبتي وأصدقائي، معكم أخوكم مصطفى العراقي من ألمانيا برلين. سوف أقوم بعرض لكم اليوم حلقة جديدة. يمكن أن تكون هذه الحلقة عبارة عن حلقة واحدة، جزء واحد أو جزءان. هذه الحلقة سوف تكون عن أكبر محل للرياضة والأدوات الرياضية في برلين ألمانيا، يعني الدراجات الهوائية، السكوتر، الأحذية هذه الذي فيها دواليب، الذين يقومون لديهم جميع هوايات الألعاب، مثلا ألعاب السهم أو أي ألعاب رياضية، أو مثلا انتطاء الأحصنة أو أي شيء من هذا القبيل. سوف أقوم بتصوير لكم حلقة من جزء أو جزءان جميلة جدا عن أكبر مكان لهذه الأشياء في برلين ألمانيا. إذن انتظروني، سوف أبدأ بعد قليل إن شاء الله. أنا الآن في الطريق، يجب أن أذهب في القطار ومحطة الأنفاق وباص وإلى ما ذلك، فلن أصل إلى هناك إن شاء الله. انتظروني إذن قريبا. تحياتي. سوف نصل بعد قليل أحبتي وأحبائي، ابقوا معنا في الفيديو، سوف أصور لكم كل شيء إن شاء الله. أنا في القطار الآن وسوف أقوم بالنزول وأكمل لكم الحلقة إن شاء الله. الآن نحن ذاهبين إلى المكان الذي سوف نعم عفوا للإعادة. الآن نحن ذاهبين إلى المكان الذي يوجد فيه هذا المحل أو السنتر الكبير أو المول الكبير لأجهزة الرياضية وملابس وكل شيء له علاقة بالرياضة. ابقوا معي. هذا هو اسم المكان، دي أكسيون، ومثل ما قلت لكم يحتوي على كل شيء يخص الرياضة والبولينج وكل شيء. سوف أدخل له الآن قليلا. هذا هو المركز، أنا أصور لكم الآن في هذه الأجواء، أجواء أعياد الميلاد، وقت جميل جدا، أعياد الميلاد. هذا هو المكان الذي هو عروض للدراجات الهوائية، 214 يورو سعر هذا الدراجة الهوائية. طبعا مثل ما قلت لكم 80 دولار تساوي 100 يورو، كل 100 يورو تساوي 80 دولار. هذا هو المكان. هنا لدينا النظارات الشمسية، نظارات جميلة، 14 يورو، 19 وإلى ما ذلك. طبعا كلها تقريبا للرياضة تستعمل، وأحجام وأشياء كثيرة. طبعا المركز مركز كبير جدا. هنا لديكم الدراجات الهوائية، مثلا أنواع وأشكال. هذا هو البي ام دبليو، يعني مثل شركة السيارات. هذا سعره مثلا 155 أورو مثل ما مكتوب هنا، وأحجام كبيرة وصغيرة وكل شيء موجود فيها. يعني الدراجات الهوائية فيها كل شيء. هذه شركة البيكا اسمها، سوف أشرح لكم عليها بعد قليل. هذا سعره مثلا 194 أورو. هنا لدينا الجاكيت المطري، يقومون بلبسه، عبارة عن جاكيت مطري يلبسه ضد المطر، وفيه أحجام أيضا كثيرة، والبنطال أيضا. هذا أنا معكم
مصطفى، أقوم بالتصوير حاليا. نعم، لدينا هنا ألوان من هذا الجاكيت، مثلا اللون الأسود، وكما شاهدتم اللون الأزرق، وإلى ما ذلك. أتمنى أنه الشاشة أو التصوير واضح، أتمنى ذلك. هذا لدينا الأنواع الثانية، البيكة أيضا دراجة جميلة جدا كما تشاهدون، جميلة جدا، سعرها 428 أيرو، لون جميل. طبعا أستطيع أن أقوم بسياقتها هذه الدراجة، يعني كل الدراجات الواقفة هنا أستطيع أن أقوم بسياقتها وتجربتها هنا، لكن بسبب التصوير لا أستطيع أن أقوم بسياقتها، لا أستطيع. المهم، هنا لدينا هذا سعره مثلا 253، هذا الموتور الجميل أو الدرجة العظمية عفوا. في الأمام هذه السلة اللي تضع عليها السلة مثل هذه، وفي الخلف هنا مثلا كما تشاهد مكتوب L، هنا لديك M، M L في XL وإلى ما ذلك. هذا أيضا نوع ثاني، يستطيع أن تأخذ طفلك معك في الخلف، سعره 253 أيرو. طبعا أسعار على ما أعتقد جميلة وليست غالية كثيرا أسعارها. هذه كلها طبعا موجود الاس والام ال اكس. طبعا حصل خطأ بسيط، لا عرفنا المشكلة. المهم، هنا لدينا هذه المقاعد الذي تضعها خلف الدراجة الهوائية وتضع طفلك فوق الطفل وتقوم به مثل ما تشاهدون هنا هكذا، سعرها 38 أيرو. هنا حصد المطر مثلا وإلى ما ذلك. وهنا منها موجود أنواع كثيرة، 84، 85 أورو. هذه سلات البايسكلات، سلات جميلة جدا أيضا للبايسكلات، جميل جدا. وهنا مثل ما تشاهدون هذه المرأة تقوم بسياقة البايسكل، يعني تستطيع أن تقوم بسياقته، لا يوجد هناك أي مشكلة. المكان طبعا كبير جدا، هذا سعره 589، الذي يسمى بالدرجة الهوائية درجة السرعة، سريع جدا 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 هذا الدرجة الهوائية. هنا لدينا الشنط الخاصة بالرياضيين أو الذي تضع على الدراجة الهوائية. هنا قبعات الرأس، لدينا أيضا سعرها 29، 30، 25. طبعا قبعات جميلة جدا للذين يقومون بسياقة الدراجات الهوائية، طبعا أسعار جميلة جدا ورخيصة أيضا، ليست غالية. وهناك موجود أقفال البايسكلات أيضا، أقفال الدراجة الهوائية. هنا لدينا هذه الشركة الأخرى، الدراجة الهوائية، سعرها 731، سعرها غالي بعض الشيء. وفيها أيضا موديلات كثيرة، يعني فيها موديلات كثيرة هذه الدراجة، فيها مثلا هذا 1461 أورو، 1200، وهذا طبعا يسمى إيبيكا. إيبيكا يعني فيه بطارية للسرعة كما تلاحظون. هذه البطارية هنا، هذه بطارية السرعة، هذه بطارية للسرعة. وهنا لديك يكون جهاز تحكم مثل هذا مثلا، هذا جهاز التحكم تقومون بفتحه من هنا، هو الآن لا يعمل، لا أعرف لماذا. أشاهد الآخر، الآخر اشتغل معي كما تشاهدون، لحظة، الآخر اشتغل. مثلا هنا لدينا الضوء الأمامي والسرعة
واحد اثنان ثلاثة وإلى ما ذلك. لكن مثل ما قلت لكم سعره 1100 أورو، يعني سعر غالي بعض الشيء. لكن فيه بطارية في الخلف يعني، ومن هذا اللون الأبيض مثلا فيه بطارية خلفية. يعني مثلا أنت تعبت في السياقة فتستطيع أن تعطيه أرقام من الواحد إلى الأربعة سرعة ويقوم بالسياقة واحدة، يعني يسرع السياق. هذه أجراس وبدلات للسياقة. وهنا لدينا عربات خلفية، هذه التي خلف العربة خلف الموتور أو البايسيكل أو الدراجة الهوائية. هنا لدينا كلاب فاراد. كلاب فاراد هذا بايسيكل أو موتور أو دراجة هوائية، نحن نقول موتور أيضا لأنه فيه البطارية. إذن دراجة هوائية للأشخاص الذي عمرهم طبعا فوق 18 بالغين. دراجة جميلة جدا، تأخذ وزن جيد جدا، واسمه كلب فارات لأنه تستطيع أن تقوم من هنا تفتحه ويصبح بايسيكل صغير جدا، يعني يصبح مثل الشنطة، وتستطيع أن تأخذه معك في القطار في أي مكان. لذلك يسمى كلب فارات مثل هذا الذي تشاهدونه هنا. سعره 779 أورو، يعني غالي بعض الشيء لأنه كلاب فارد، لأنه لا تدفع عليه تيكت في القطار. يوجد هنا أيضا خاصة بالذين يلعبون الرياضة أو الذي يسوقون الدراجة الهوائية، يستطيع أن يشتري مثل هذه الحذاء. وهنا فيها براغي، مكان للبراغي تحت الحذاء، تقوم بشد هذا الشيء، شده في الحذاء، أو تقوم بشد هذه فقط في الحذاء، وعندما تطلع على الحذاء تقوم ب حذائك تقوم بالتركيب أو تقوم بالتواصل تلقائيا على هذا الشيء الذي هو في الدراجة الهوائية، وتستطيع أن تسوق بسرعة فائقة جدا بدون أن تقوم بالدعم الحادث مثلا، أو تفلت رجلك من الدراجة الهوائية أو إلى ما ذلك. يعني أمين جدا يكون. هنا للماء أو للعصائر أشياء موجودة، نقولها نحن في العراق مطارة. هذه الأحذية طبعا أسعارها 50، 100، 80، 70، 20، 30، يعني ليست كلها غالية، في غالية وفي رخيصة. هذه أيضا ملابس للذين
يسوقون هذه الدراجة الهوائية يوجد لديهم أيضا ملابس خاصة يعني تكون منها ضد المطر، منها يكون مثلا ضد الثلج، ضد الحرارة، ضد البرودة. كثيرة جدا وأسعارها أيضا جيدة وجميلة، يعني 14 19 38 نسائية رجالية كل شيء. ولكن مثل ما قلت لكم هذا مثلا 9 رياضية، يعني مثلا في هذه الجهة التي تقود عليها تكون هكذا يعني مجلدة من جلد أو فلين أو بلاستيك هكذا، تشاهدون هذا داخل، لا أستطيع أن أقوم بتصوير هكذا هكذا، يعني كذا ما تشاهدون لا تستطيع أن تطويه، بلاستيكي يكون، لكي عندما تقوم بالجلوس على مقعد المطار أو درجة هوائية وتسوق لا تأتيك أوجاع من الداخل. هذه هنا للأطفال، درجة هوائية سعرها من 30 إلى 100 لجميع الأعمار، يعني الأعمار الصغيرة، يعني للأعمار مثلا الصغيرة الأطفال الصغار. هاي كلها تحتوي على مواد خاصة بالدراجة الهوائية الخاصة بالأطفال فقط، يعني الذي أعمارهم 6 إلى 9 مكتوب هنا، من 6 إلى 9 سعره مثلا هذا 130 أورو. مثل ما قلت لكم 100 مثل ما قلت لكم 100 أورو تساوي 80 دولار تقريبا لكي تعرفوا الأسعار. هذه هنا الأشياء خاصة بالذين يلعبون اليوغا، يوغا مثلا، هذه اليوغا، أو الذين يقعدون في الأرض ويعملون هذه العلامات هكذا، هم هذا لا الذين يلعبون اليوغا، هذه لهم مثلا، هذه ملابس لهم، هذه يجلسون عليها مثلا هكذا يلعبون اليوغا مثل السجادة، سعرها 25 40 45 وإلى ما ذلك. هذه شنط خاصة للذين يلعبون الفتنس، رياضة الأثقال وإلى ما ذلك، أو الكاراتيه، هذه ملابس لهم خاصة وأحذية أيضا أسعارها من 30 إلى 100 أورو تقريبا. هذه كلها ملابس خاصة بهم أيضا، الذين يلعبون الكاراتيه أو اليوغا مثلا. بيجامات وإلى ما ذلك، هذه مثلا اليوغا اللعبة قلتها لكم قبل قليل، أو هذه اللعبة مثلا فيها حبال وتقفز على الأرض. هنا في ألعاب رياضية كثيرة جدا في ألمانيا، هذه لعبة جوغن اسمها، يعني الركض في القفز في كل شيء. هون مثلا مكتوب بروبة، مش يعني إذا تريد أن تشتري من هذه تستطيع أن تقوم بتجربة واحدة، تجلس عليها وتجربها. نعم، واليوغا يجلسون مثل ما تشاهدون، هذه الجلسة اللعابة هنا، هؤلاء أشبههم هكذا تكون اليوغا. وهذه ملابس أيضا خاصة باليوغا كثيرة جدا جدا، هذه اليوغا أسعارها أيضا من 14 أورو إلى أنا أصورها سريعا لأنه كثيرة جدا وتطول الحلقة هكذا.
لكن أصورها بسرعة. أسعارها من 14 حتى يوجد 8 و9 إلى 30 أورو أغلى شيء. لا أعرف ما الذي فيها، لكن يمكن مثلا تقوم بسحب العرق أو إلى ما ذلك، لا أعرف ما فائدتها. هنا يوجد أم كلايدة يعني تستطيع أن تقوم بلبس الملابس هنا وتجربها إن كانت جيدة أو لا. هذه فان الرجال الذين يلعبون على الأثقال مثلا، موجود لهم أيضا ملابس كثيرة. أسعارها أيضا من 5 أو 6 أورو إلى 20 أو 30. هذا أنا هنا من جديد. هناك كان نسائي وهنا رجالي، وأسعارها ليست غالية، رخيصة. وهنا أيضا أحذية أسعارها يوجد 20 أورو 30، كل شيء أسعار جميلة رخيصة. نعم، هاي الأم كلايدة قلت لكم هنا تستطيع أن تقوم بلبس هذه الملابس وتشاهد هل هي تناسبك أم لا. هذه أيضا للجوغا أو اليوغا عفوا. هذه هنا أجهزة رياضية كثيرة للذين يستخدمون مثلا يعملون الرجيم أو أشياء أخرى دايت مثلا. هذه اللعبة هنا هذه موجودة تحت، أو هذه مثلا مثل ما تشاهدون هنا فهي موجودة أيضا هنا، تستطيع أن توازن نفسك عليها. صعبة نعم، هو محل كبير مثل ما قلت لكم وليس صغير، يعني محل كبير جدا. إذن سوف أوقف هنا على هذا الجهاز الرياضي وأكمل لكم بعدها إن شاء الله في الحلقة الثانية. يبقوا معي، كان معكم أخوكم مصطفى العراقي من ألمانيا برلين. إلى اللقاء، انتظرونا في الحلقة الثانية أو اللاحقة إن شاء الله. مع السلامة. Thank you.